النائب البرلماني الاستاذ مصطفى بكري. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء النور، اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا يا فندم. يعني ارجو ان حضرتك تكون تابعت كلامي مع الدكتور عمار، كنت بطرح عليه بعض ما هو مطروح، لكن ما زال البعض بيقول ان حق الجميع ان يعبر عن رايه وان الجميع يعي خطوره الموقف، ولكن هم يرون ان السلطه من صنعت الازمه، وبالتالي ما يبقاش اللوم على الناس اللي نفسها تنزل عشان تعبر عن رايها. اولا السلطه المصريه لم تصنع ازمه باي حال من الاحوال، الذين صنعوا الازمه هم الذين يزورون الحقائق ويحاولون توظيف بعض الامور لصالح الفوضى ولصالح الخروج على النظام العام. نحن لدينا قانون اسمه قانون التظاهر. من حق اي انسان ان يتقدم طلبا لتنظيم مظاهره بشروط محدده. من يخرج عن هذا القانون يجب ان يعامل كمخالف للقانون. لا كلام أكثر من ذلك، ولا كلام يجب أن يفسر غير ذلك. لماذا؟ أولا نحن دولة قانون ومؤسسات، لا تحدثني عن الدستور وعن القانون وأنت تخرق القانون. الأمر الثاني، البلد في حالة حرب والبلد مستهدفة، وهذه أمور لا تغيب عن ذهن أحد، والكل يدرك ذلك. الذين يدعون إلى مظاهرات والخروج، أنا أتهمهم بشكل مباشر أنهم يريدون الفوضى في هذا البلد ويريدون. ايوه بس هما بيردوا يا استاذ مصطفى ان يعني الدستور كفل حق التعبير عن النفس وعن الراي. في قانون تظاهر. ما هما هيقولوا ان هيتم هقولها لحضرتك بصراحه بيقولوها ازاي؟ بيقولوا اصل الداخليه هتتلكك ومش هتدي لنا تصريح. خلاص ما ياخدوش تصريح، ده كانت القضيه قضيه تشكل خطر، ما فيش تصريح. ده حصل في فرنسا. يوم الناس حبت تتضامن مع الحكومه ضد الارهاب وطلبت تنظيم مظاهره ضد الارهاب، فرنسا رفضت هذا الكلام. اللي احنا بنعمله ده فوضى. طيب خليني اسال حضرتك هنا، وانا اريد ان نطرح بعض الافكار عشان نبقى ايجابيين شويه. الحقيقه ان يعني زي ما بيقولوا ان احنا نحط كل حاجه على مؤسسه الرئاسه في هذه الازمه، ده مش شيء صحيح. هنا يجب ان توزع المهام. يعني البرلمان عليه دور كبير الان في استيعاب بعض القطاعات الغاضبه من الشعب في هذا الامر من خلال اجراءات واخبار وتحركات يفعلها البرلمان، لان حضراتكم ممثلين عن الشعب، وبالتالي يمكن ان تتحركوا ويكون هناك نشاطا واضحا وتكون هناك محاولات لتبديد ما هو واضح من ازمه ثقه. ما هو سبب ازمه الثقه؟ مؤشراتها واضحة، حتى الرئيس نفسه اتكلم عنها، هناك أزمة ثقة على ما في أزمة ثقة. أيوة ما بين أنا عايز أعرف، عايز أعرف أسبابها عشان نعرف نرد. ما ممكن تبقى أزمة ثقة لا أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، بالتأكيد وارد. إذا كان في أزمة ثقة بين أهل الحكم وبين الشارع المصري فهذا غير صحيح. لا أنا بتكلم هنا عن أزمة الثقة ما بين البرلمان كمؤسسة منتخبة تعبر عن جموع الشعب، وما بين بعض القطاعات اللي شايفه لا تنزل تتظاهر وما تتركش الفرصه للبرلمان ليقول كلمته. يمكن مش واثقين، يمكن مش حاسين في تحرك جاد. هؤلاء قولا واحدا هم الفوضويون الذين لا يحترمون مؤسسات ولا يريدون للبلد امنا ولا استقرارا، ويصبون في النهايه لخدمه اهدافهم. طيب انا خليني برضو هنا للموضوعيه يا استاذ مصطفى وحضرتك طبعا استاذنا، يعني خلينا برضو يعني ما هي القضيه ان ما حدش عايز يفكر بالمنطق الثاني، وهو ده اللي عامل حاله الاستقطاب اللي موجود. خليني اقول ان هناك شباب وهناك مواطنين يؤيدون الرئيس تأييدا تاما وكاملا، لكن مش فاهمين يا استاذ مصطفى، مش فاهمين كيف تمت عمليه توقيع الاتفاقيه. اللي مش فاهم عليه ان ينتظر البرلمان، والبرلمان خلال ايام قليله سينظر في الاتفاقيه، وسنطالب باذاعه الجلسات على الهواء. ده كلام تاني بقى، ده هو ده المفروض. يرى الشعب المصري الحقيقه كامله وبالمستندات وبالوقائع وبالحقائق، ولن نسمح ابدا باي حال من الاحوال بتزوير اراده الشعب المصري، ولن نسمح بالتعميع على اي حقيقه، ولكن على الجميع أن ينتظر البرلمان باعتباره هو المسؤول وهو النائب عن الشعب. أما الذين يريدون أن يستبقون الأمور ويخرجون في مظاهرات ويؤججون المشاعر الوطنية على غير الحقيقة فهذا أمر آخر. نحن علينا أن ننتظر. أما الشعارات التي ترفع الآن والاتهامات التي توجه للجيش المصري وللدولة المصرية والرئيس المصري، فهؤلاء للأسف يعرفون تماما الحقيقة لكنهم يتجنون عليها
احنا هنتكلم عن الناس اللي عايزه تفهم بغض النظر عن المواقف دي، اللي عايز ياخد موقف وحر يعني، لكن اللي مش قادر يدرك المخاطر اللي بتقوم بيها. لكن الحقيقه مساله التشكيك في مؤسسه زي الجيش ما حدش يقدر يقرب من هذه المساحه. ما حضرتك الجيش بتاعنا جيش وطني. الصحفيين ماذا حدث؟ نعم فندم، حضرتك شفتي فيما سمي بجمعه الارض قدام نقابه الصحفيين الشعارات التي رفعت؟ لا يعني الحقيقه ان انا بتكلم عن القطاع اللي عايز يفهم، اللي واخد موقف بقى لاسباب تتعلق بيه دي مساله اخرى، لكن انا عايزه اساعد الناس اللي عايزه تفهم ويطمئن قلبها ان المسار صح وان احنا ما تنزلناش على قطعه من ارضنا. هم دول الناس اللي يهمونا يا استاذ مصطفى. هذا هو القطاع الوطني اللي يستحق ان احنا نتعامل ونوضح الحقائق، وهنطالب زي ما بقول لحضرتك بالجلسات تبقى علنيه. تمام، هو ده الكلام المهم جدا. نسمع كل دفاع الحكومه وانا هنتظر من حضرتك ان اسمعك في البرلمان، وحضرتك بتصر ومعك اعضاء اخرين على ان الجلسه تبقى على الهواء مباشره يا استاذ مصطفى. لازم اشراك الشعب في المساله، لان دي قضيه امن قومي. مظبوط، الشارع المصري من حقه ان يسمع كل كبيره وصغيره في هذا باذن الله، وسنصر على ذلك. أنا بشكرك يا أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى بكري النائب البرلماني والإعلامي والكاتب الصحفي.